السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى أخبار عمان. ومن أبرز العناوين: جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله يشمل برعايته السامية الكريمة يوم غد العرض العسكري بمناسبة احتفالات البلاد بالعيد الوطني 45 المجيد. جلالة القائد الأعلى يصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة. عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يتلقى عددا من برقيات التهاني بمناسبة العيد الوطني 45 المجيد. تحتفل السلطنة غدا بمناسبة العيد الوطني 45 المجيد، وهي تواصل مسيرتها الحديثة الوثابة نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للوطن والمواطن في كل المجالات في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. وبهذه المناسبة يتفضل جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، فيشمل برعايته السامية الكريمة يوم غد العرض العسكري الذي سيقام على ميدان الاستعراض بحصن الشموخ بولاية منح بمحافظة الداخلية. وسيشارك في العرض وحدات رمزية تمثل أسلحة قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وقوة السلطان الخاصة وشرطة عمان السلطانية. ويشهد العرض بمعية جلالته أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين بالدولة من عسكريين ومدنيين. هذا وتفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وأصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة. وذكر مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية أن الذين تشرفوا بالعفو السامي بلغ عددهم 160 نزيلا، منهم 67 نزيلا أجنبية. ويأتي العفو السامي من قبل جلالة القائد الأعلى يده الله تزامنا مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني 45 المجيد، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء. وبهذه المناسبة المجيدة تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المندري رئيس مجلس الدولة فيما يلي نصها: مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني مع إطلالة عيدنا الوطني 45 المجيد أن أرفع أصالة عن نفسي ونيابة عن المكرمين أعضاء مجلس الدولة وموظفيه خالص التهاني لمقام جلالتكم أعزكم الله، مقرونة بصادق الدعاء بأن يديم الله عليكم موفور الصحة والسعادة، وأن يبارك في عمركم المديد وينعم على عمان وشعبها بدوام الأمن والاستقرار والرفعة والازدهار. مولاي جلالة السلطان المعظم، إن نهضة عمان المجيدة بقيادة جلالتكم حفظكم الله ورعاكم تعتبر علامة فارقة في تاريخ عمان الزاهر وحضارتها الممتدة عبر آلاف السنين، فكانت البداية من حيث انتهى الآخرون لتسطروا بأحرف من نور مجد عمان الحديث فوق ما فعل الأولون، وكأن لسان حالكم يقول: نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل فوق ما فعلوا. فكان البيان التاريخي الأول لجلالتكم عام 1970 معبرا عن سمو هذا الهدف ونبل الوسيلة التي تقود إليه، حينما تفضلتم بالقول: كان وطننا في الماضي ذا شهرة وقوة، وإن عملنا باتحاد وتعاون فسنعيد ماضينا مرة أخرى وسيكون لنا المحل المرموق في العالم. واليوم وبعد مرور 45 عاما من البذل والعطاء، ها هي عمان وقد استعادت مكانتها وحضورها المرموقين بين دول العالم، وها هو العماني يجد كل الاحترام والتقدير من كافة شعوب الأرض أينما تولى ويمم.
مولاي جلالة السلطان المعظم، إنما تحقق خلال عصر النهضة المباركة في عمان أمر يستحق كل إعجاب وامتنان وتقدير وعرفان في مختلف المجالات وسائر القطاعات، حيث امتدت يد البناء والتعمير في سائر ربوع السلطنة العزيزة ناشرة مظلة العلم والمعرفة والصحة والحياة الآمنة والعيش الكريم للمواطن العماني أينما حل وارتحل. كما كان لاهتمامكم الكريم بأبنائكم الشباب تعليما وتدريبا وتوظيفا ورعاية في سائر مجالات العمل والإبداع أثره في تكوين أجيال عمانية مجيدة يعتمد عليها، آمنت بالعمل والعطاء طريقا لحاضر وطنها الزاهر ومستقبله الباهر. فها هم أبناء عمان اليوم وقد تقلدوا مختلف الوظائف والأعمال، مستنيرين برؤى جلالتكم السديدة ومستفيدين من عطاءات وطنهم اللامحدودة. مولاي جلالة السلطان المعظم، إن دولة المؤسسات والقانون التي سعيتم جلالتكم منذ بدايات النهضة المباركة لإقامتها في عماننا العزيزة، ها هي اليوم ماثلة للعيان بعد استكمال كافة البنى الأساسية لها من كيانات تشريعية وتنفيذية وقضائية ورقابية. وها هو مجلس عمان الذي بدأ فترته السادسة هذا العام يعمل جنبا إلى جنب مع مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء ومعها المجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني ضمن منظومة وطنية متناغمة تهدف إلى خير الوطن ورفعة المواطن. وإذا كانت سياسة السلطنة الداخلية محورها خير الإنسان العماني هدفا وغاية ووسيلة ليواكب تطور نظرائه حول العالم مع المحافظة على هويته وثوابته وقيمه الأصيلة، فإن السياسة الخارجية التي أردتموها جلالتكم لعمان تهدف بالدرجة الأولى إلى خير الإنسان عموما وأمنه واستقراره عبر السلام والوئام والتعاون الوثيق بين سائر الأمم والالتزام بمبادئ الحق والعدل والإنصاف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير وفض المنازعات بالطرق السلمية وبما يحفظ للبشرية جمعاء أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها. مولاي جلالة السلطان المعظم، إن مشاعر الحب والعرفان والولاء والامتنان التي يكنها الشعب لقائده البار والتناغم الفريد والتكامل السديد بين الحكومة والمواطنين خلال سنوات النهضة المباركة كان له دوره الكبير بعد توفيق الله عز وجل فيما وصلت إليه بلادنا من أمن ورخاء وتطور ونماء، وتلك فضيلة دعوتم إليها جلالتكم منذ السنة الأولى لحكمكم الرشيد. مولاي جلالة السلطان المعظم، إننا إذ نحتفل اليوم بالذكرى 45 للعيد الوطني المجيد، فإن منجزاتكم العظيمة وأعمالكم الجليلة يا صاحب الجلالة تتحدث عن نفسها لتقول: إنكم قد حكمتم فعدلتم، وعملتم فأنجزتم، وكنتم على الدوام عند حسن ظن شعبكم بكم مثل ما كان دائما وأبدا عند حسن ظنكم به، فبارك الله باليمن والفلاح أعمالكم وسدد على طريق الخير والصلاح خطاكم وأيدكم بتوفيقه وعونه ونصره. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وجلالتكم بخير. كما تلقى حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بمناسبة العيد الوطني 45 المجيد فيما يلي نصها: مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يغمرنا الفرح ويغبطنا السرور يا مولاي في هذه الأيام الوطنية المجيدة، وجلالتكم وشعبكم الوفي تستقبلون العيد الوطني 45 المجيد بالبشر والفرحة الغامرة، وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية والعمر المديد أبقاكم الله، وعمان عيدا بعد عيد تضحى رمزا للسلام والوئام ومنبرا لنشر التسامح والخير.
وإنه ليشرفني يا صاحب الجلالة بهذه المناسبة الوطنية الغالية بأن أتوجه باسم مجلس الشورى رئيسا وأعضاء وأمانة عامة لنرفع إلى مقامكم السامي أجل التهاني وأصدق العبارات مع طيب الأمنيات وأنبل المشاعر وعظيمها، تقديرا وولاء لقيادتكم الحكيمة، سائلين الله جل في علاه أن يعيد هذه المناسبة على جلالتكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة. مولاي حضرة صاحب الجلالة المعظم حفظكم الله، مع بزوغ شمس هذه الأيام السعيدة وإطلالة 18 من نوفمبر المجيد، وعمان تجدد عرسها الوطني وهي تستقبل طلائع الخير وبشائر العافية والسرور، وشعبها الوفي الأمين يبتهل بشكر الخالق العظيم والرازق الكريم على جميل ما أعطى وعظيم ما وهب لهذا الوطن الغالي الذي ضم في صفحاته المشرقة تاريخا خالدا شاد الأوائل من الآباء والأجداد صروحه وصانوا تراثه وحموا منجزاته ومكتسباته، وما تحقق على هذه الأرض العمانية يا مولاي دلالة على شمولية مسيرة النهضة التنموية لكافة الميادين التي قدتم زمامها وأوصلتموها للمراتب العلا. مولاي حضرة صاحب الجلالة، لقد أثلجتم صدورنا بما تفضلتم به خلال خطابكم السامي الذي وجهتموه لأبناء شعبكم المخلص في افتتاح الفترة السادسة لمجلس عمان، وإشادة جلالتكم وتثمينكم للجهد المبذول من قبل المجلس في فتراته السابقة، وذلك ما يشد من عزائمنا ويدفعنا إلى مواصلة مسيرة النهضة العمانية بالتكاتف والتعاون المستمر في كافة الأصعدة مع باقي مؤسسات الدولة. مولاي صاحب الجلالة المعظم، لقد أسستم سننا حميدة وأرسيتم خطوات رشيدة في سياسة جلالتكم الخارجية، وضربتم المثل الذي يحتذى به في الحكم العادل والنهج السياسي الراشد، وبوأتم عمان مكانة مرموقة بين دول العالم، وحققتم في سياستكم الخارجية بحكمة مقامكم السامي أوثق العلاقات وأصلبها متانة مع القادة والشعوب الشقيقة والصديقة. جلالة السلطان أعزكم الله، نعاهدكم يا مولاي ونحن على أعتاب الفترة الثامنة لمجلس الشورى أن نحافظ على ما تحقق من منجزات على أرض عمان في مختلف المجالات، ومواصلة مسيرة النهضة بالعمل المخلص وتكاتف الجهود أمناء على توجيهاتكم ماضون بولاء ودعاء، سائلين المولى عز وجل أن يكلأكم بعين رعايته التي لا تنام ويمدكم بمدد من قوته، وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، إنه سميع مجيب الدعاء، وكل عام وجلالتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي السيد بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمناسبة العيد الوطني 45 المجيد فيما يلي نصها. مولاي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترفل البلاد في هذه الأيام السعيدة بثوب الفرحة والابتهاج باستقبال العيد الوطني 45 المجيد الذي يتوالى عاما بعد عام، تتويجا لمسيرة التقدم والنماء التي تشهدها بلادنا الحبيبة في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة. ومع احتفال السلطنة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، يشرفني يا مولاي ويشرف قواتكم المسلحة الباسلة وقوات الفرق الظافرة وجميع منتسبي وزارة الدفاع أن نرفع إلى مقام جلالتكم السامي أعظم آيات التهاني والتبريكات، سائلين الله جلت قدرته بأن يديم على جلالتكم الأفراح والمسرات. مولاي صاحب الجلالة السلطان المعظم، يأتي 18 من نوفمبر المجيد في كل عام ليجدد ما تحقق على أرض الوطن الأبي من إنجازات عظيمة
ويخلد في ذاكرة الزمن عطاء قائد ملهم ووفاء شعب يرنو إلى العلا بكل ما أوتي من مقومات حضارية وتنموية، ليؤسس بذلك قواعد متميزة لدولة حديثة ومتجددة. إن العيد الوطني 45 المجيد ليس احتفالا بمنجزات تحققت في عدد من السنوات الماضية فحسب، وإنما هو انطلاقة جديدة لما هو قادم من خطط ومشاريع تواصل مشوار هذه النهضة الفتية بسواعد لا تعرف الكلل وأفكار طموحة إلى مستقبل مزهر بالنجاح والعطاء. لقد أسستم جلالتكم بفكركم الثاقب ودعمكم المتواصل قواتكم المسلحة الباسلة على أسس من العلم الحديث، وعززتموها بفضل رعايتكم الكريمة واهتمامكم تدريبا وتسليحا لتذود عن حياض الوطن ومقدساته ومنجزاته، وتساهم في البرامج التنموية على أرض هذا الوطن العزيز. مولاي القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن قوات جلالتكم المسلحة الباسلة وقوات الفرق الظافرة وجميع منتسبي هذه الوزارة وهم يعيشون أفراح هذه المناسبة الوطنية ليجددون لجلالتكم حفظكم الله العهد والولاء والسمع والطاعة، ماضين خلف قيادتكم الحكيمة جندا أوفياء وحراسا أشداء، رافعين أكف الدعاء إلى الله عز وجل بأن يحفظ جلالتكم عاهلا وقائدا لهذا الوطن العزيز، وأن يمد في عمر جلالتكم أعواما عديدة وأنتم ترفلون في أثواب العزة والكرامة. حفظكم الله يا مولاي ورعاكم ذخرا للوطن ومنحكم وفور الصحة والسعادة لتعيش عمان في ظلكم بعزة ومهابة ورحابة عيش وكريم حال، وكل عام وجلالتكم بموفور الصحة والسعادة. كما تلقى حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك بمناسبة العيد الوطني 45 المجيد فيما يلي نصها. مولاي حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ومنتسبي شرطة عمان السلطانية أن نرفع لمقامكم السامي أزكى عبارات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني 45 المجيد، داعين الله أن يعيده والمناسبات السعيدة على جلالتكم بموفور من العافية والهناء، وعلى عمان وشعبها بمزيد من الرقي والنماء. مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، إن 18 من نوفمبر لهو يوم خالد في تاريخ عمان ويمثل علامة فارقة في حياة العمانيين الأوفياء، يستذكرون فيه انطلاق نهضتهم الحديثة وما أنجزتموه جلالتكم أيدكم الله من تنمية لأجل الإنسان وسعادته في شتى مناحي الحياة، فحق لشعبكم أن يفخروا ويفاخروا بحكمة جلالتكم نصركم الله وبما أرسيتموه من ثوابت ودعائم راسخة لهذا الوطن العريق ونهج خير وسلام يهتدى. مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، إن أبناءكم منتسبي شرطة عمان السلطانية وهم سعداء يحتفلون بهذه المناسبة العظيمة لحريصون بهممهم العالية وعزائمهم القوية التي يستمدونها من جلالتكم على أن يكونوا كما هو المعهود بهم دائما العيون اليقظة والحراس الأوفياء على عظيم المنجز بعون الله. حفظكم الله تعالى بكريم حفظه وعنايته وأدام على جلالتكم الصحة والسعادة، إنه سميع مجيب الدعاء، وكل عام والجميع بخير. هذا وقد شهدت مسيرة التنمية في السلطنة خلال 45 سنة الماضية العديد من المنجزات في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث أصبحت السلطنة نموذجا يحتذى به في التطور والنمو في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، مما أهلها لتحقيق مكانة رفيعة في مصاف الدول المتقدمة.
تستقبل السلطنة العيد الوطني 45 المجيد، وهي تكتسي حلة قشيبة من المنجزات والإنجازات التي تحققت على صعيد إنسانها وأرضها، ماضية بثبات نحو مزيد من التقدم والرفعة تحت ظل القيادة الحكيمة لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشرعة صوار الجهد والعمل ومتطلعة لمزيد من النجاحات في شتى المجالات والأصعدة. يقف الشعب العماني الوفي في هذه المناسبة الوطنية الغالية مجددا العهد والولاء، ومؤكدا استعداده للتضحية بالغالي والنفيس فداء للوطن وحماية لمنجزاته، وسيرا خلف قيادة جلالته الحكيمة لتحقيق الأهداف والأولويات التي يحددها جلالته في الحاضر والمستقبل. احتفالات السلطنة بالعيد الوطني 45 المجيد تأتي هذا العام متزامنة مع انتهاء خطة التنمية الخمسية الثامنة 2011-2015، وفي الوقت ذاته يتم الانتهاء قريبا من إعداد خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016-2020، والتي سيبدأ تنفيذها اعتبارا من العام القادم. تركز خطة التنمية الخمسية القادمة على الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والحفاظ على مستويات الدخل الحقيقية للمواطن والعمل على زيادتها، مع إعطاء دفعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وللتنمية البشرية، والانتهاء من المشروعات الكبيرة في القطاعات المختلفة لتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني. وفي سبيل الإعداد لاستراتيجية عمان 2040، يقوم المجلس الأعلى للتخطيط بالعمل على الإعداد المتكامل لهذه الاستراتيجية بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى، مع مراعاة إعطاء دفعة كبيرة لتنويع مصادر الدخل وزيادة دور القطاع الخاص، والاهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة والحد من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، وتنشيط قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة والثروة السمكية والاتصالات، والاستفادة من الموقع المتميز للسلطنة لتحويلها إلى مركز لوجستي إقليمي يربط بين المنطقة والعالم. احتفال هذا العام يأتي أيضا متزامنا مع الفترة الثامنة لمجلس الشورى، والتي أفرزت نتائج الانتخابات فيها دخول عناصر شابة إلى المجلس، مما يسهم بالضرورة في تفعيل دور المجلس الذي يتمتع باختصاصات تشريعية ورقابية عديدة، ليعمل بالتكامل مع مجلس الدولة الذي أصدر جلالة السلطان المعظم أبقاه الله مرسوما ساميا بتسمية أعضائه للفترة السادسة. تتوالى النجاحات في مسيرة النهضة المباركة، ومن منطلق المساعي التي تبذلها السلطنة بتجرد ورغبة صادقة في تحقيق السلام والأمن لشعوب المنطقة والعالم، بعيدا عن أي استفادة ذاتية أو أجندة خاصة، يأتي احتفال البلاد بالعيد الوطني متوجا بتقدير عالمي واسع ورفيع للجهود الطيبة التي تبذلها السلطنة بالنسبة للعديد من القضايا الدولية والإقليمية، والتي أثمرت عن التوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران ومجموعة دول 5+1 حول البرنامج النووي الإيراني. كما تتواصل المساعي الحميدة للسلطنة فيما يتصل بالتطورات في سوريا، وتطلع بجهد إيجابي وبناء فيما يتصل بالعمل على وقف القتال في اليمن واستئناف المفاوضات. في جانب آخر، تسعى الحكومة جاهدة لاستيعاب الانخفاض الشديد في أسعار النفط من خلال خطوات متعددة تعمل على تعزيز الإيرادات المالية للدولة وخفض الإنفاق الحكومي وزيادة مساهمات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، مع الحرص على عدم المساس بالخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطن. وفي ظل ما تحقق على هذه الأرض الطيبة، يعيش المواطن العماني بفخر واعتزاز، مشمرا عن سواعد الجد والبناء، ومقدرا كل النجاحات التي تحققت في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة أبقاه الله. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك محمد الثالث ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى استقلال المملكة المغربية الشقيقة. ضمنها جلالة السلطان المعظم صادق تهاني وأطيب تمنياته لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، سائلا الله تعالى أن يعيد على جلالته هذه المناسبة، وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب المغربي الشقيق من تقدم ورقي وازدهار.
كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ريموند فوجينيس رئيس جمهورية لاتفيا بمناسبة الذكرى السنوية لإعلان الجمهورية، ضمنها جلالته خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته ولشعب بلاده الصديق. الخروج بقراءة فنية نقدية بناءة تساهم في تعظيم دور الموسوعة العمانية من خلال الاستفادة بتجارب الموسوعات العربية والعالمية، أبرز أهداف ندوة دراسات في الموسوعة العمانية. الندوة التي يشارك فيها باحثون ومختصون من داخل وخارج السلطنة تم خلالها عرض أوراق عمل ومناقشة عدة محاور في الموسوعة العمانية. رعى افتتاح الندوة معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. بهدف تعظيم دور الموسوعة العمانية وتطويرها والاستفادة من تجارب الموسوعات العالمية، انطلقت فعاليات ندوة دراسات في الموسوعة العمانية بمشاركة أكثر من 12 باحثا ومختصا من داخل وخارج السلطنة. هذه الندوة ستتيح لي فرصة جيدة للاطلاع على الموسوعة العمانية، وهي موسوعة لها مكانتها الكبيرة وبذل فيها الكثير من الجهد والمال، وتمثل نموذجا طيبا للموسوعات الوطنية. طبعا الندوة ستناقش هذه الموسوعة من جوانب متعددة، وهذا إن شاء الله يعني سيتيح لي أيضا حتى شخصيا فرصة الاستفادة من هذا العمل ومن نقد العمل أيضا الذي سيقدم من خلال الأوراق. خمسة محاور تناقشها الندوة في جلستين في يومها الأول تركزت على التجارب العربية والأجنبية في مجال الأدب والفن والتاريخ والتكنولوجيا، كما تناقش الندوة ماهية الموسوعات الوطنية وكيفية إدارتها. كما شهدت فعاليات اليوم الأول من الندوة قيام مختصين من إدارة الموسوعة العمانية بتقديم الموسوعة كنموذج وطني واجتماعي وسياسي ومعرفي، وآلية تطويرها وفق منهجية التخطيط التفاعلي، وهو النظام الذي قامت عليه أسس ودعائم الموسوعة العمانية. سوف أتكلم عن ثلاثة محاور باختصار شديد. سوف أتكلم عن المحور الأول، هي فلسفة العمل الإداري، يعني ما هي المرجعية الفلسفية التي عليها بنيت إدارة مشروع الموسوعة العمانية، اللي هي تعرف بالفكر المنظومي. ثم أتطرق إلى المناهج الإدارية التي تناولناها في إدارة مواردنا البشرية ومواردنا المالية وإدارة الوقت وغيرها من الموارد التي كنا نستخدمها في الموسوعة. وهنا سوف أتناول تحديدا مفهوم التخطيط التفاعلي، اللي هو أحد أهم المناهج الحديثة في إدارة المشاريع بشكل عام. ثم أتناول بشكل مقتضب وشكل مختصر أهم العقبات والتحديات التي واجهناها في إدارة المشروع عبر السنوات. الموسوعة العمانية مشروع وطني يعد من أوائل الموسوعات العربية المتكاملة، صدرت عام 2013 في 11 مجلدا بعدد أكثر من 4000 صفحة. قراءات في فلسفة الموسوعة العمانية وآلية تطويرها من خلال عرض تجارب الموسوعات عربية وأجنبية في صلب نقاشات هذه الندوة التي تستمر على مدى يومين. أحمد بن راشد الهنائي، مسقط. فترتنا الإخبارية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان، وتتابعون فيها بعد الفاصل. 77 لوحة فوتوغرافية في افتتاح المعرض السنوي 22 للتصوير الضوئي. كيف تبدأ بواكير النهضة إن لم تكن روح الشباب المتوثبة هي عطر البدايات والخطوات الأولى لرحلة 45 بهجة وتساميا وعلوا في الطريق للمجد؟ أهديت لعمان شبابك المتوقد وتفانيك المخلص وحكمتك التي أصلها ثابت وفرعها في سماء الفخار. لك الولاء يا سيد عمان، لك المحبة يا ملهم الشباب، لك العهد بأن نحذو حذوك باذلين شبابنا كما علمتنا لعمان ولنهضتها الفتية.
بعض شبابنا يقول الآن أن الكرة أصبحت في مضربه، وهذا شيء طيب. العيد الوطني 45 المجيد. عمان تتقدم بشبابها. إعداد دراسة عن مشروع التأمينات ضد التعطل عن العمل أبرز ما استعرضه اجتماع مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية خلال اجتماعه اليوم. ناقش الاجتماع أوضاع المؤمن عليهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، متطرقا الاجتماع إلى مناقشة مشروع الحوكمة. تراس الاجتماع معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة. نمو ملحوظ في الناتج المحلي للقطاع السياحي بنسبة تصل إلى 24% خلال الفترة من عامي 2005 إلى 2014. هذا ما أكده معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة في حديث لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان. هنالك تطور في القيمة المضافة، الناتج المحلي بالنسبة لقطاع الفنادق والمطاعم، فكان متوسط معدل النمو السنوي من 2005 حتى 2014 في حدود 28%. هنالك تطور في الناتج المحلي للقطاع ككل بحدود 24%. هنالك زيادة في المرافق الفندقية بمعدل 16%. هنالك زيادة في أعداد غرف الفندقية بحدود 17%، زيادة في أعداد السياح بحدود 14%، وكذلك الزيادة في إيرادات الفنادق في حدود 29%. هنالك تطور كبير في المؤشرات السياحية للسياحة الداخلية، فإذا مثلا لاحظنا عدد النزلاء الفنادق من العمانيين على مستوى السلطنة، هنالك العام الماضي عام 2014 في حدود 980 ألف نزيل. خريف صلالة الموسم الماضي شهد زيادة كبيرة في أعداد الزوار سواء من العمانيين وغير العمانيين، ولكن العمانيين شكلوا في حدود 74% من أعداد الزوار. دور الإعلام في نشر رسائل السلم والوئام ونبذ العنف في دول العالم، إضافة إلى الدور الذي تطلع به الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من خلال القنوات التلفزيونية والإذاعية التي تشرف عليها، كانت محور لقاء معالي الدكتور عبد الله بن ناصر بن خليفة الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بسعادة كريستينا جالاك وكيلة الأمين العام للاتصالات والإعلام بالأمم المتحدة وسمير مطير المدير بالوكالة لمركز الأمم المتحدة للإعلام العام بمملكة البحرين. نعم، كما تم خلال اللقاء بحث جوانب التعاون بين الهيئة والمؤسسات الإعلامية التابعة للأمم المتحدة في مجالات الإعلام السمعي والمرئي، خصوصا إعداد الأخبار وتبادل المواد الإعلامية، إلى جانب مشروعات الأرشفة الرقمية للمواد الخبرية بمختلف أنواعها وأهميتها في حفظ تاريخ الدول والمؤسسات الدولية. كذلك تم بحث فرص استفادة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من المواد السمعية والمرئية المرتبطة بالسلطنة في أرشيف الأمم المتحدة. أربعون فائزا بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب في مجالات مختلفة من فنون الإبداع والابتكارات تم تكريمهم مساء أمس بفندق قصر البستان وسط حضور واسع من المسؤولين والمهتمين. نعم، رعى حفل التكريم صاحب السمو السيد كامل بن فهد آل سعيد مساعد الأمين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الوزراء. الطالب سلمان لا يتجاوز عمره 11 ربيعا، إلا أنه ابتكر قاعدتين في الرياضيات عن استراتيجية في الحساب الذهني لما بعد العدد 12 ضرب 13 في نمط جديد أسماه نمط سلمان. هناك قاعدتين، قاعدة من 0 إلى 4 وقاعدة من 5 إلى 9. مثال على القاعدة من 0 إلى 4 12 ضرب 14، ومثال على القاعدة الثانية 12 ضرب 19، بنضاعف التسعة مرتين بتكون 18.
هذا اليافع وغيره كان ضمن حصاد جائزة الرؤية لمبادرات الشباب، وهي تستقطب المواهب من مختلف ربوع السلطنة. نور وهدى وسارة طالبات في صفوف التاسع والثامن، أيضا لا تقل جدارة إبداعهن عن سلمان، حيث ابتكرن روبوتات لاكتشاف المعادن من النيازك. طبعا الفكرة العامة لهذا المشروع إنشاء مجموعة روبوتات تقوم بالبحث عن النيازك واستكشاف المعادن منها في الأماكن الخطرة بواسطة الروبوتات. لاحظنا أن معنى النيكل والكوبالت لها فوائد كثيرة وهي ناقصة ولدينا نادرة في الأرض، فقمنا استكشاف لها ان مور طبيعي نستخرج من هذه المعادن وكان هو النيزك. صاحب حفلة التتويج معرض لنماذج الابتكارات العلمية لدى الشباب الفائزين للتعريف بما وصلوا اليه من ابداعات وابتكارات تتطلب العناية والاخذ بيدها. جائزة الرؤية لمبادرة الشباب تبين لنا حرص الرؤية بالمفكرين والذين عندهم ابداعات وابتكارات مهمة. وأيضا تبين لنا وتزيدنا فخرا بنخبة الشباب اللي لهم هذه المبادرات الطيبة والابتكارات الجيدة. التتويج ضم 40 فائزا في مجالات الجائزة الثمان. هناك دائما مجال لتطوير هذه الجائزة، لذلك نحن نحفز الجميع كي يتكاتف، ولا سيما في مجال ما بعد اختيار الفائزين. جائزة الرؤية لمبادرات الشباب التي ترعاها شركة أكسيدنتال عمان تأتي في نسختها الثالثة، وهي تشتمل على برنامج يجوب المحافظات لاستقطاب الشباب المبدعين لتشجيعهم وتحفيزهم إلى الإسهام في بناء الوطن كل بأنشطته وابتكاره وإبداعه. هذا التتويج والتكريم إذن يعد اعترافا بإمكانيات الشباب وتحفيزا وتشجيعا لهم ولإبداعاتهم التي تخدم الوطن. إبراهيم بن سالم الهادي من فندق قصر البستان بمحافظة مسقط. لإبراز قدرات ومهارات المصورين الضوئيين المقيمين في السلطنة افتتح بجمعية التصوير الضوئي التابعة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم المعرض السنوي 22 للتصوير الضوئي. المعرض ضم 77 صورة ضوئية ل55 مصورا وبمشاركة أكثر من 1000 صورة من داخل السلطنة وخارجها. 77 لوحة فوتوغرافية هي نتاج المسابقة السنوية الرئيسية لجمعية التصوير الضوئي، والتي شهدت هذا العام تنافسا كبيرا ل55 مصورا ضوئيا شاركوا بأكثر من 1000 صورة من داخل السلطنة وخارجها. تتويج الفائزين سبق المعرض الذي تزينت زواياه بإبداعات عدسات المصورين. الجائزة اللي حصلت عليها حافز معنوي قبل أن تكون حافز مادي، واختيارها بضمن أكثر من 1000 صورة يعني يعتبر شيء إنجاز كبير بالنسبة لي أنا. وطبعا مثل ما شفت المعرض ما شاء الله صور ذات مستوى عالي فنيا. لجنة دولية أشرفت على تحكيم المسابقة لهذا العام في دورتها 22 وأحرصت على إبقاء مستوى المعرض الفني عاليا. المسابقة جاءت في محورين، الأول خصص لتجسيد اللحظة الحاسمة، أما الآخر فترك المجال به مفتوحا من اختيار المشارك. بالنسبة للتحكيم طبعا شيء طبيعي ان نكون صارمين في البداية، ان المسابقة السنوية لها سمعتها ويعني في مستوى فني وتقني لازم نكون يعني ما ننزل عنه. المصور العماني اجاد في تمثيل السلطنة بهذا المجال بالمعارض الدولية والإقليمية، وتوج ذلك بالحصول على عدة جوائز من مختلف دول العالم. والله كانت المنافسة كبيرة في المسابقين والمشاركة كبيرة، فالاختيار كان صعب للجنة التحكيم حسب ما عرفنا منهم. في اللحظة الحاسمة اختاروا 25 صورة، ومعنى ذلك أن كانت مشاركة قوية والاختيار صعب، والحمد لله توجنا بالمركز الثاني ولله الحمد. وسيستمر المعرض في استقبال زواره حتى 30 من نوفمبر بمقر جمعية التصوير الضوئي بولاية السيب. يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط. النشرة انتهت. هذا تذكير بالعناوين.
جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله يشمل برعايته السامية الكريمة يوم غد العرض العسكري بمناسبة احتفالات البلاد بالعيد الوطني 45 المجيد. جلالة القائد الأعلى يصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة. عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يتلقى عددا من مرقيات التهاني بمناسبة العيد الوطني 45 المجيد. فترتنا الإخبارية انتهت، شكرا لكم، إلى اللقاء.